ذكرت لأول مرة عام 1150-1204 أمر الملك بتأسيس المدينة وبناء القلعة. اليوم هي من أغنى بلديات ألمانيا وعايش فيها أكثر من 1000 مليونير. كانت أغنى الدوقيات واليوم هي من أغنى البلديات. مدينة رائعة بتعطيك مئات الأسباب والأسباب لتجي تزورها. أهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد بحلقة جديدة من مغامرات تموز. رحلتنا اليوم على ولاية بافاريا الألمانية وتحديدا على مدينة لاندشوت. هاي المدينة الرائعة بكل تفاصيلها وبعدها محافظة على نمط البناء القوطي تبعها من مئات السنين. Ja, der Name Landshut kommt eigentlich von Landeshuota und das heißt die Hut des Landes, also der Schutz des Landes. Und ursprünglich war der Name für die Landeshut war der Name der Burg Trausnitz. Und später wurde der Name dann auf die Stadt hier herunten übertragen. إذا حبت تعرف على هالمدينة تعا معي بهالجولة لنتعرف عليها سوا. كان في جسر على نهر إيزار بمدينة لاندشوت مهم كتير، وكانت العربات التجارية تستخدم هذا الجسر لأغراضها التجارية، وكان على سائقي العربات دفع ضريبة لأسقف ريغنسبورغ. إجا الملك لودفيك جاب المهندسين تبعه وعمل جسر ثاني على النهر. هذا الشيء أزعج أسقف ريغنسبورغ، وبعام 1203 أعلن الحرب على الملك لودفيك. ولكن الملك لودفيك كان محضر حاله بجيش كتير قوي، هزموا لأسقف ريغنسبورغ ومنعوا الفوت على المنطقة كليا. 1204 أمر الملك بتأسيس المدينة وبناء القلعة، وهون بلشت قصة هالمدينة الحلوة. صار عدد السكان 5000 وصارت المدينة بحاجة إلى كنيسة تانية. عام 1385 بلشوا ببناء كنيسة القديس مارتن واكتملت بحلول عام 1500. مع هندستها المعمارية غير العادية تعد الكنيسة واحدة من أهم المباني الأثرية القوطية في جنوب ألمانيا. يبلغ ارتفاع برج الكنيسة 130 متر وهو أعلى برج من الطوب في العالم وأعلى برج كنيسة في بافاريا. ١٣٩٢ قسمت بافاريا في إقليم فيلسباخ إلى دوقات مستقلة تحت إشراف الأبناء الثلاثة للدوق الراحل شتيفان الثاني: بايرن ميونخ، بافاريا إنجلشتات، بافاريا لاندشوت. ازدهرت المنطقة اقتصادياً بقوة كبيرة بسبب السياسة الذكية الضريبية اللي أدى إلى زيادة مستمرة في ازدهار المدينة، وكانت دوقية بافاريا لاندشوت أكثر ثراءً من الدوقيتين. موقع المدينة على جزيرة إيزار وعلى الطرق التجارية عطى الناس الضمان ليجوا يعيشوا فيها، فأجوا كل الحرفيين ليعيشوا بهالمدينة، والقلعة وفرت لهم سياج خشبي لحمايتهم. المدينة صارت تكبر بسرعة، كان لازم من توسيعها مرارا وتكرارا.
مدينة قد ما كبرت صارت مقر لدوقات ولسبخ. 1342 صاب المدينة حريق كبير، قرر بعض المواطنين يبنوا بيوتهم من الحجار بدل من الخشب. التطور الكبير والسريع على المدينة خلت المنطقة بحالة مزرية، ما كان عندهم بلديات وسيارات مثل اليوم. الناس قالت خلص ما بقى ينعيش بهالمدينة، لازم ندور على مكان تاني. الملك ادارك المشكلة على السريع ووعدهم بإصلاحات سريعة وقال لهم فيكن تعيشوا بهالمنطقة بلا ما تدفعوا ضرائب لعشر سنوات، وفيكن تحصلوا على حقوقكن المدنية بسعر رخيص، وسمح لهم بإقامة معرض ليبيعوا منتجاتهم فيها، وسميت المنطقة بفرايونغ أي الهبة، وما زال حتى اليوم يقام فيها سوق الطفل يسوع كل عام. و475 عرس اللانسود الشهير. رح نحكي عن هيدي الفقرة بآخر حلقة بتفاصيل أكثر. هذا العرس لقب بالعرس الخيالي بين جورج الغني ابن الدوق البافاري لويس الغني من الأميرة هيدفيك ابنة الملك البولندي كازمير الرابع أندرياس. المهم هذا العرس كان له كتير إيجابيات وأهمها على الصعيد السياسي، لأنه وحد الغرب المسيحي. ليه وحد الغرب المسيحي؟ بهذاك الوقت كانت الدولة العثمانية بعز قوتها وبعز تمددها، فكان لابد من وجود قوة لتقدر توقف بوجهها. بداية القرن السادس عشر انتقلت المنطقة من العصر الذهبي إلى عصر مختلف كليا، أحداث وحروب كتير جرت فيها، رح خبركن عنها جمعة الجاي بحلقة جديدة إذا الله راد. لهذاك الوقت بتمنى لكم تضلوا بخير. Thank you.